تابعوا برنامج لولا الماضي كل أربعاء الساعة 12 الظهر بتوقيت لوس أنجلوس كاليفورنيا، والساعة 10 المساء بتوقيت بيروت لبنان. برنامج لولا الماضي بيستضيف نجوم الفن من الزمن الجميل مباشرة على الهواء عبر إذاعة النجوم اللبنانية راديو ستارز. فيكن تسمعوا برنامج لولا الماضي من خلال زيارة موقع الإذاعة www.radiostars.com وتختاروا Listen Live Now، وفيكن تابعوا كمان من صفحة راديو ستارز الخاصة على الفيسبوك من خلال فيسبوك لايف ستريمينج. البرنامج من إعداد وتقديم الإعلام اللبناني صقر البعيني.